أخذت المال منهم أكثر إذا أخذت الولد حكمه، أو أنه لا سمح الله راح في الشارع وجاءت السيارة على رجله. في الحقيقة يصرخ منه الولد كلش محترم عند الإنسان وعزيز، وقت اللي يركض الإنسان ما يعرف قدره، لكن وقت اللي يصيبه شيء الإنسان ذاك الوقت يعرف قدر الابن أو قدر البنت. فيقول قال له هذا الولد الوحيد اللي عمره 18 سنة مثلا أو ما أشبه الشاغل الآب اللي هذا كل رجعك في المستقبل نيمة رجبه وما هالمشكلة. أكو مشكلة أخطر من هالمشكلة. أفرض أنا شخصيا كمحمد الله أمرني أذبح ابنك، أنا ما فعلت وذبحت ابني، شنو أقول المجتمع؟ شنو يقولون مني؟ أنا ذبحت ابني لأجل أمر الله تعالى. قسم من الأشياء إنسان يوطن نفسه، لكن شو يقولون مع الناس؟ ناس يقولون له شنو سويت هذا العقل؟ ذبح ابنك بيدك؟ يقولون منه غير كلام. هاي مشكلة ثانية، مشكلة ثالثة مشكلة الأم. أنت أنا إنسان وصرت قوي القلب مطيع لله تعالى وأذبح ابني، أمها بيحني قوي القلب بمرتبة النبي، ما هو هذا؟ فمشكلة الأم كانت مشكلة جدا كبيرة. مشكلة الأم وقت اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذبح أبا النبي عبد الله في قصر مشهورة، المؤرخون ذكروا حتى أهل مكة أجوا قالوا لعبد المطلب شنو هذا العمل منك؟ شنو هذا العمل شرعي؟ يا سيد الله أصلا ما لك حق وضعه؟ يعني من المولى أصلا في المجتمع وفي الحكومات أكو حق الادعاء العام، هذا معناه يعني أنت تريد أن تعمل شيئا الادعاء العام يقول لا ما لك حق، يعني أنت مو ملك مالك، أن تجلس الآن ملك لنفسك وملك للمجتمع. لفرض واحد الأعراب أن ينتحر، الحكومة تمنعه، أصدقاء يمنعوه، أهل يمنعونه، أقرباء يمنعوه. إبراهيم هذا كان في الحقيقة ثلاث انتحارات، يعني ثلاث صعوبات، مو صعوبة واحدة، صعوبة الأم وصعوبة النفس وصعوبة المجتمع. مع ذلك الله سبحانه وتعالى لما أمره قال إني أرى في المنام أني أذبحه، قال يا أبت افعل ما تؤمر، الولد شلون ولد ما؟ لأن الله يريد أيضا يمتحن الولد، هذا ما كان امتحان إبراهيم فقط، امتحان ولد أيضا وهو إسماعيل، لأن إسماعيل يكون بيده في المستقبل أزمة الأمور، لأن إسماعيل أيضا نبي، وبس إبراهيم نبي، إسماعيل أيضا نبي. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمل بهذا الشيء ثلاث خطوط، ثلاث أشياء. امتحان إبراهيم في أشد أنحاء الامتحانات، امتحان إسماعيل في أشد أنحاء الامتحانات. أنت تعال الولد الشاب اللي عندك أمل وعندك أمل وألم في المستقبل وعندك مستقبل، نام مثل الخرفان اللي بتسوق في أمان الله، مثل الخروف تنفع. خلينا نقول قال يا أبا تفعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. هاي الموضوع الثاني، امتحان إبراهيم، امتحان إسماعيل. ثم أراد أن يجعل إبراهيم وإسماعيل أسوة للبلايين البشر الذين يأتون من بعده وإلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة. الله قال لي أو لك صل صلاة الصبح ما أن خلق إحنا صل صلاة الصبح. الله قال لي أو لك اذهب إلى الحج إحنا ما أن خلق، أو قال لك أو لي حمة إحنا مو مستعدين. يقول هذا إبراهيم شوفوه هذا في أشق الامتحانات أعطى الامتحان الكامل، هذا إبراهيم أسوة، ولهذا الله سبحانه وتعالى جعله أسوة. مثل أنه هو فرض مدرس أو وزير تربية يقول للطلاب يقول لهم شوفوا هذا الولد شلون نجح، أخذ 100%، أنت عمي مو 100%، 50% أخر، 60%، 70%. ولذا الله سبحانه وتعالى لما امتحن إبراهيم هذا الامتحان القاسي، والله بعدين قال له قد صدقت الرؤيا، يعني صدقت لأن بالفعل إبراهيم أخذ إسماعيل وادى إلى منى، كتفه، نيمه، أخذ السكين يجره على حلقه، خلاص، لا
لكن الله سبحانه وتعالى لما راى ابراهيم راى اسماعيل هل اطاع الهائل منهم؟ ذاك الوقت الله تعالى امر بهذا الشيء وهو المديه ان لا تبر وان لا تخفى. ابراهيم عليه الصلاه والسلام جر المديه على حلق اسماعيل. المديه قويه حاده الى ابعد الحدود، وكلنا نعلم ان الخنجر شيء ضعيف الى ابعد الحدود. المديه ما قطعت. مره ثانيه ابراهيم اخذ المديه وجرها ثم قطع. مره ثالثه اخذ المديه وجرها على حنجره اسماعيل ثم قطعت. ابراهيم غضب، اخذ المديه وضرب بها الارض. المديه تركزت في حجره وقطعت الحجره. فقال ابراهيم عجيب، مديه تقطع الحجره ولا تقطع اللحم؟ المديه تكلمت باذن الله سبحانه وتعالى الذي يكلم كل شيء. قال الخليل يامرني والجليل ينهاني ولا ناجي قطق اوامر الله سبحانه وتعالى. الله يقول اصبر، يعني لو ان كل السيوف تحركت حتى تقطع وريدا واحدا لا تقطع الوريد الا باذن الله سبحانه وتعالى. فقالت المديه، تكلمت المديه وكل شيء يتكلم باذن الله سبحانه وتعالى، تكلمت المديه وقالت الخليل يعني ابراهيم يامرني والجليل ينهاني. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.